والله بالشباب رجعنا بمقطع جديد، بس اليوم مقطعنا حرفيا مختلف كتير. اليوم حنحكي عن الموضوع اللي حير كتير من اللاعبين واللي بيسموه الايموجي السري او الايموجي الهكر. طبعا هذا الايموجي في كتير يوتيوبر مختصين برول ستار عملوا حلقات عنه، عملوا حلقات كتير عم يفسروا الامر، بس طبعا في إله قصة رح أحكيها اليوم. السر تبع الإيموجي اللي حتسمعوه اليوم السر الصحيح، مو مثل ما مثلا بيحكوا العالم، وبالدلائل رح فهمكم إياه، رح تطلعوا فهمانين شو الإيموجي وكيف إجا وليش ما في حدا يحطه. طبعا أول شيء لفهمكم شو هو الإيموجي. الإيموجي الكل بيعرفه، هذا الإيموجي اللي بيقولوا عنه الأغلبية الإيموجي الهكر. طلعوا يا أصدقائي الإيموجي هذا، اوكي هو هون طالع هيك، بس هو هذا الاصلي تمام. هو قبل التحرك كان هيك، فهاد هو الايموجي اللي عم يحكوا عليه الناس الايموجي الهكر. طبعا ليش هذا الايموجي بالذات ما في العالم تحطه او العالم كله عم تحكي عنه؟ مثلا بتفوت على الابطال انت تختار مثلا اي ايموجي بدك اياه. طبعا هدول الايموجيات اللي عندك هون، عندك هاد 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 هاد، بس هداك اللي شفناه باللوبي ما له موجود، لانه هذا الايموجي بيقولوا عليه الناس انه بس الهكرية عندهم. هذا الشيء غلط، حرفيا غلط، لانه يا اصدقائي راح اعطيكم اياها بالدلائل. اول ما نزلوا الايموجيات على اللعبه نزل هذا الايموجي من اول الايموجيات اللي نزلوا على اللعبه، ايموجي الابتسامه. هذا ايموجي الابتسامه هذا كان الكل يقدر يحطه ويعمل فيه شو ما كان، بس مثل ما كنتم شايفين هلا ايموجي الابتسامه وينه؟ ما بتلاقي ايموجي الابتسامه، مع انه هذا الايموجي الابتسامة كان الكل بيقدر يحطه اول ما نزل. طب ليش هاد ما بنقول عنه ايموجي الهكر ونقول عهاد الايموجي الهكر؟ طلعوا عاد الايموجي الهكر، ليش ما بنقول على الابتسامه؟ كم كمان مره لحالكم، مثلا وين ايموجي الحزن؟ مع انه قبل سيزونين كان فيك تحط ايموجي الحزن عادي، بس هلا هون ما في ايموجي الحزن مثل ما لك شايف. ايموجي الحزن كمان موجود باللعبه، كمان موجود باللعبه مثل ما لكم شايفين. وين ايموجي الحزن؟ هذا ايموجي الحزن هذا. طب شو معنى انه هداك بس اللي بيقولوا عليه الناس الايموجي الهكر وهذا الحزن والابتسامه، ما في ما حدا بيقول عنه الايموجي الهكر ولا حدا بيحكي عنه شيء؟ لانه يا اصدقائي اول ما نزلت اللعبه نزلت هدول الايموجيات، هدول الايموجيات 1 2 3 4 5 ونزل هدول الايموجيات. انا عم بحكي بس عن 0 5 ايموجيات، 0 و 1 2 3 4 5 زرق تمام. فمثل ما لكم شايفين نزلوا 10 ايموجيات باللعبه قبل كل شيء، قبل كل هدول، قبل الابطال، قبل كل شيء 10 ايموجيات باللعبه، حتى قبل الدسايك واللايك يمكن، ونزلوا كمان 5 غضب. المهم فمثل ما لكم شايفين هدول كلياتهم ما بيسعوا بالابطال. يعني مثلا انت فت هون وينهم؟ ما في غير هون 4 وهون 4 وتحت 4، مو كان في كل منهم 5؟ كل موسم بيحسفوا واحد، كل موسمين بيحسفوا واحد. ليه؟ لانه ما بيضل في مساحه، ما بيضل في مساحه، لانه كل مره عم ينزلوا بطولات وايموجيات جديده مثل ما كنتم شايفين، فما عم يضل في مساحه للايموجيات الرئيسيه. فمثلها فهيك صار اول ما نزل اللعبه، نزلوا هدول الايموجيات، بعدين مسحوا هذا الايموجي اللي بيقولوا عنه الناس الهكر، مسحوا هذا الايموجي اللي بيقولوا عنه الناس الهكر. بس كيف عالم بتحطه اذا مسح اول ما نزل؟ لما نزل الايموجيات العشرة، لما نزل الايموجيات العشرين عفوا، خمسة هيك وخمسة هيك وخمسة هيك، الخمستاش عفوا، لما نزل الايموجيات الخمستاش، خمسة ضاحك يعني خمسة اصفر وخمسة زعلان ازرق وخمسة غاضب واللي هو احمر، انمحى هذا الايموجي. بس قبل ما ينمحي بمده كان الناس فيها تختار اي ايموجي بدك اياه، وكان مثلا انت فيك مثل هلا الوضع العادي مثلا انت تختار ايموجياتك، مثلا فيك تحط هاد وفيك تحط على الثاني هاد. فالناس نفس الشيء، في نسبه قليله كثير من اللاعبين براول ستارز اختارت هداك الايموجي، اي واحد هداك الضاحك اللي بيقولوا عنه الناس الهكري تمام. فهلا صار نفس الشيء، ايموجي الحزن راح بس نزل بداله النظاره، ف
فهمتوا علي؟ وعم ينزل ايموجيات كل سيزون، عم ينزل ايموجيات جديد، عم ياخذوا ايموجيات من هدول. بس يا اصدقائي هاد كان موضوعنا، حبيت شوي بس فهمكم شو اللي عم يصير. بس قبل ما نختم، في كذا بطل مثلا، انت بطل ما عندك له ايموجي، مثل ما لك شايف انا حاط ايموجي ابتسامة عليهم، كيف مثلا بطل انت عندك له ايموجيين، تمام؟ مثلا ايموجي الابتسامة والحزن، وهداك تبع الهكر اللي بيقولوا عنه مقيومين من اللعبة، بس انا حاط ايموجي الابتسامة هون، كيف؟ مع انه ايموجي الابتسامة هون ما له موجود باي ايموجي. بس يا اصدقائي بتكبسوا شوي هون وهون على الايموجيات بتغير لحاله. مثلا مين مثلا؟ هذا عندي له ايموجيات، تمام. بدنا بطل ما عندي له ايموجيات كثير، مثلا شيء اللي انا عندي اياه. اوكي طلع هون في ايموجي الغضب، اذا بتكبس هيك بيطلع ايموجي الابتسامه، ونفس الشيء كان ايموجي الحزن يعني، تمام. لو ما عندي الا الحزن نفسيني كان طلع الحزن. تعال نجرب كمان مره داينامايت مثلا، هي صاروا 3 ايموجيات مثلا، تمام. لما يصير 3 ايموجيات فانت بلعت يعني، ما عاد فيك تختار، لانه عندي 3 ايموجيات داينامايت. طيب نجرب مثلا مين؟ كرو كمان عندي 3 ايموجيات، لا بطل ما عندي له ايموجيات. ريكو عندي، ماكس مثلا. مثل ما لكم شايفين ماكس البطل انا جايين له ايموجيات بس مالي حاطه. عندي ايموجي الحزن وعندي ايموجي الغضب، تمام؟ وايموجي الغضب كمان الان من اللعبه. مثل ما لكم شايفين ما في ايموجي غضب. الايموجي الغضب يا اصدقائي، الايموجي الغضب يا شباب اللي كان هون عادي فيك تحطه. الايموجي الغضب هاد كمان قاموا من اللعبة. وين ايموجي الغضب؟ حد يورجيني وين ايموجي الغضب. فانتو ليش معلقين عادات اللي بيقولوا عنه الناس هكر، وفي الحزن والغضب وفي كمان هذا الابتسامة الصغيرة، كله قاموا من اللعبة. فمثل ما قلكم كل سيزون بيقوموا كم ايموجي، يعني مثل ما لكم شايفين مشان يسعوا الايموجيات هدول، انه كل سيزون بيجي ايموجيات جديدة. وبس يا اصدقائي هاد كان موضوعنا اليوم، بتمنى يكونوا فهمتوا علي. لعيد اخر مره موضوع الايموجي. كمان في عندكم ايموجي الغضب، يعني ايموجي الغضب مثل ما لكم شايفين ايموجي الغضب ليك هون فيك تحطه عادي، هاي ايموجي الغضب. بس بقلب الجيم باي بطل ايموجي الغضب مقيوم، مثل الابتسامه اللي ورجيتكم، ومثل الحزن، ومثل هذاك اللي بيقولوا عليه الهكر. بس ليش الناس معلقين على الهكر ما بعرف. بس ايموجي الغضب اذا عندك بطل ما عنده ايموجيات، مثلا مثل انا ماكس ما عندي كثير له ايموجيات وما لي حط ايموجياته، عندي ايموجي الغضب وعندي ايموجي الحزن كمان له. بس انا عندي ايموجيات بس ما بدي احطها مشان احتفظ بهدول الايموجيين. مثلا عندي البطل جريف عندي ابتسامه هون لانه ما عندي تالت ايموجي له. هاد كان الفيديو اصدقائي، بتمنى تكونوا فهمتوا شو القصه وايموجي الهكر. قصة باختصار انه اول ما نزلت اللعبة نزلت 15 ايموجي اساسي واللي هن هدول اخر شيء، واخر شيء وبعد مدة بسيطة حذفت الايموجيات، فنسبة صغيرة من الناس اللاعبين لحقت تحطه. فاذا حطيته خلاص انت حطيته ما عاد فيك تقيمه، تمام. وبس يا اصدقائي هاد كان الفيديو، يعني حطوا الناس الايموجي ونسبة كبيرة، يعني بعد ما حطيت انت الايموجي ما عاد فيك تقيمه خلاص صار عندك ما عاد ينحذف من عندك. يعني انت حطيت الايموجي قبل ما تحذفه الشركه، تمام، بتحذفه خلاص، يعني بتحذفه من هون هي الشركه، بس انت عندك يا اصلا هون فبتحذفه الشركه، فبيضل هو عندك هون بالقائمه تبع الايموجيات، بس ما فيك رد بس انت تبدل منه، لا بس بيضل عندك يا هون اذا بتكبس على شيء ثاني. بس يا اصدقاء هذا كان الفيديو، بتمنى يكون عجبكم فهمتوا كل القصه. وبس يا أصدقاء لا تنسوا الاشتراك واللايك إذا عجبكم المقطع، ومع السلامة.